أهلا بكم. تفضل أكلاشيهات السيسي اللي محدش قادر ينساها شاهدة على طريقة حكمه والنتائج اللي وصلنا ليها دلوقتي، زي الأكلاشيه الشهير بتاعه: أنتوا ما تعرفوش أن أنتوا نور عينينا ولا إيه؟ ده أكلاشيه مشهور قوي. وزي أكلاشيه: لا والله ما حكم عسكر. وزي الأكلاشيه الأشهر: إحنا فقراء قوي. والأكلاشيه اللي ما ننساهوش أبداً: الأول أغني الناس ويا نحكمكم كتير بقى يا نقتلكم، وغيرها كتير. إنما الأكلاشيه اللي معانا في الفقرة دي، أكلاشيه الأشهر: ألبوم السيسي أنا موتي وسمي المحسوبية. في الساعات الأخيرة الأكلاشيه ده كان مسار سخرية وبمحض الصدفة. الأول خلينا نفتكر أنا موتي وسمي المحسوبية. أهلا فضلكم، مفيش مجال للمحسوبية وللمجاملة دلوقتي، مفيش مجال. أنا طلعت 3 توجيه قبل كده، وامبارح طلعت 4 توجيه، بأن مفيش حاجة اسمها معرفة الرئيس. رئيس ايه؟ مفيش حاجة أعرفها كده. الناس اللي خربت معايا في الجيش تعرف أن أنا موتي وسمي المحسوبية، موتي وسمي المحسوبية، أن حد ياخد حاجة أكتر من حقه. يا أخي تصدقوا بيتكلم العجيبة يا جدع، الجدع ده بيتكلم كده يلزق في دماغ. الطريق بقى ان المحسوبية والواسطة زادت في البلد قوي بعد التصريح ده، وبرعاية السيسي نفسه وبتوقيع السيسي. آخرها تعيين 3 أبناء لقاضي واحد. القاضي اسمه المستشار محمد الحيني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، قاضي. اتعين 3 أولاده، ما شاء الله، بسمة، أيوة كبرت بسمة، ونهلة كبرت، وأحمد، الـ3 تعينوا في هيئة قضايا الدولة. ومن حظه الوحش إن في ناس سووا في مصر نشروا تهنئة لأبناء القاضي. نشوف كده البوست كده أهو: ألف ألف مبروك، قرار تعيين بقرار جمهوري أبناء المستشار محمد الحيني رئيس فرع ثالث هيئة قضايا الدولة ببني مزار، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشارين بالهيئة أحمد محمد حيني، جابر، بسمة محمد، نهلة محمد. أهو وأدي بسمة أهي ونهلة وأحمد محمد حيني، أدي المستشار محمد الحيني. التلاتة أولاده تعينوا في دفعة واحدة في قرار واحد. حد هيطلع يقول لي: والسيسي ماله، مال الكلام ده؟ أقول لك أنت ما بتفهمش، السيسي يا بني آدم هو اللي بيمضي على القرار ده. السيسي بيجي له الكشف كده بيمضي عليه، ده الغفير لو اتعين السيسي بيمضي عليه. ومن قديم الأزل ومن بداية عهد العسكر ما فيش دفعة بتتعين في أي مؤسسة قضائية أو غيره إلا لما يمضي عليها الكبير الذي علمه السحر. القرار ده أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل، فكتبت حساب باسم مي كتب بيقول: والغلابة اطلع يا مي، ما تكسفيش يا مي، والغلابة اللي زي حالتنا ما عرفوش يدخلوا عشان ما عندناش قرار جمهوري، مع أننا جايبين تقدير لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا ينتقم وعند الله تجتمع الخصوم. طبعا ما قالتش ربنا ينتقم من مين، وعندها حق. وفي ظل تعيين أبناء القضاء والمسؤولين في البلد بقرار جمهوري، الشباب مش لاقي شغل رغم تقديراتهم العالية في الكليات على مستوى كل الكليات. وده اللي كتبه حساب باسم جمال: اطلع يا جيمي. جيمي قال: أولادي 12 منهم 5 خريجين بجيد جدا، والله بدون عمل ولا أي عمل، حسبنا الله ونعم الوكيل. 12 منهم ربنا خليهم له، منهم 5 خريجين بجيد جدا بلا عمل. الحقيقة إن تعيين أو واقع التعيين التلاتة أبناء المستشار محمد الحيني مش أول واقعة لوسط أبناء القضاء، المغردين هم اللي بيقولوا كده. أنا قلت لكم هنا زمان في البرنامج ده أول ما رجعنا إن أنا حريف، كنت في مصر حريف قراءة صفحة الوفيات في جريدة الأهرام. فصفحة الوفيات دي بقى تعرف العائلات في مصر عاملة إزاي، والعائلات مركزة على إيه ومش مركزة على إيه. المغردين ولاد الذين عملوا نفس القصة راحوا على صفحة الحوادث وتداولوا صورة لنعي واحد من المستشارين عنده 4 من أبنائه في القضاء، المستشار شوقي حديدي، مجمع مدارس المنصورة كوليدج الدولية، تنعي بمزيد من الحزن والأسى رمزا كبيرا من مؤسسيها
معالي المستشار شوقي الحديدي رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ووالد كل من المستشار ياسر الحديدي نائب رئيس محكمة النقد، المستشار أمجد الحديدي رئيس محكمة الاستئناف المنصورة، المستشار عماد الحديدي رئيس محكمة الاستئناف القاهرة، المستشار نجلاء الحديدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. داعينا الله تعالى أن يوفق الأربعة المستشارين. لا ده أنا عندي، أنا مرة زمان قاعد أنا مع واحد كده من النيابة فبقول له أن أنتوا يعني مش عايزين الرئيس مرسي عشان الكوسة اللي بتعملوها في النيابة. فقال لي بالنص كده، والله العظيم لا أنسى هذا الكلام، قال لي والمستشار فلان اللي مع الرئيس مرسي ما تروح تسأله كده بناته الثلاثة متعينين فين؟ قلت له ما أعرفش. قال لي اسأله. قلت له ماليش علاقة بيه أصلا. قال لي بناته الثلاثة في النيابة الإدارية. المستشار ده اسم معروف وأخوه مستشار معروف، يعني المستشار اسمه هو مستشار وأخوه مستشار، الثلاثة بناته في النيابة الإدارية. تخيل بقى حضرات إن كل مؤسسات الدولة ماشية كده بالواسطة مش بالكفاءة، عايزة تبقى متقدمة ازاي؟ وزي ما كتب النشطاء كده عرفنا الفساد منتشر ليه. ادي البوست بيقول اهو، عرفت الفساد اطلع يا عم، اطلع يا عم احمد، عرفت الفساد جاي منين؟ ابن القاضي قاضي، وابن الضابط ضابط، وابن العم والخال وقرايب امه، واللي من العيلة وليلة سوده كبيرة، لحد ما الفساد ضرب اركان الدولة، هات قاضي واحد ابنه مش قاضي، وهكذا في كل الجهات السيادية. البلد دي بجد مش للغلابة، عشان كده الناس ما فيش عندها انتماء. الناس كمان على السوشيال فكروا السيسي اللي قال انه ما بيحبش الواسطة بانه معين ولاده وقرايبه في مناصب كبيرة. التغريدة دي بتقول نفس الكلام. على فكرة السيسي اطلع محب العدل. على فكرة السيسي باعترافه لا يحب الواسطة، عشان كده كل أبنائه في المخابرات وأخيه رئيس لجنة التحافظ على الأموال وبنات أخيه في النيابة الإدارية وابن أخيه قاضي ومستشار لوزير الرياضة، فعلا مش بيحب الواسطة. وده بقى الفيديو اللي كان بيتكلم فيه السيسي عن وظائف ولاده، أفكركم بيه كده. الأولاد عندي أربع أولاد، كم بنات؟ ثلاث أولاد، محمود الكبير، مصطفى ده اللي بعد منه، حسن الثالث، وآية الأخيرة. بيشتغلوا فين يا فندم؟ محمود بيشتغل في المخابرات العامة، ومصطفى بيشتغل في الرقابة الإدارية. يا سلام يا سلام يا سلام، أنعم وأكرم. السيسي نفسه في 2019 عين ابن أخوه وابن النائب العام حمادة الصاوي في مناصب عليا في القضاء، وده اللي نشرته صحيفة ساعتها صفحة اسمها الموقف المصري، نشرت الخبر ده أهو، الموقف المصري. أنا موتي وسمي المحسوبية، تعيين ابن شقيق السيسي وابن النائب العام في مناصب قضائية عليا. الأسبوع الماضي النائب العام الجديد حمادة الصاوي اعتمد الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة وعين ابن وابن أخوه الرئيس السيسي في مناصب مهمة، والمفروض أنهم بدأوا ممارسة عملهم يوم 1 أكتوبر اللي فات. وبعدها أصدر أو بعدما أصدر قانون مخصوص عشان يفصلوا خاطر أخوه عشان يمدله بعد المعاش. الخلاصة يا حضرات إن السيسي اللي وعد بالتخلص من المحسوبية هو يعني عين ذات المحسوبية، هو أكتر واحد في البلد نشر المحسوبية في مؤسسات الدولة، حتى في مؤسسة الرئاسة نفسها اللي فصلها على أو فصلها دستور على مقاسها، زي ما أشار واحد من المحامين بالكلام ده، مش أنا، هو اللي قال توريث الوظائف. اطلع يا أستاذ، اطلع تفضل، اطلع. قال لك توريث الوظائف والمناصب العامة في مصر جريمة ترتكبها الدولة تؤدي إلى انهيار المجتمع لإخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق وللتفريقة والتمييز بينهم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة. وتوريث المناصب يشمل كافة مؤسسات الدولة، على سبيل المثال القضاء والنيابة، مؤسسات عائلية وأبناء أساتذة الجامعات. ولم يسلم منصب الرئاسة من ذلك بتعديل السيسي للدستور في 19 ليبقى في الحكم مدى الحياة. الحل هو احترام الدولة للقانون. حضرات نفسي بس الناس فائت. أنا أؤكد لحضرتك هنا إن السيسي عايش في عزلة شعبية. خد الكلام ده على مسؤولية محمد ناصر في برنامج مصر النهاردة.
السيسي يعاني من عزلة شعبية، وعندما يعاني القائد من عزلة شعبية يعمل إيه؟ يعين قرايبه في مفاصل الدولة عشان الدولاب بتاع الدولة ما يقلبش عليه، يبقى ماسك القضاء، ماسك المؤسسة العسكرية، ماسك جهاز المخابرات، ماسك الشرطة، ماسك كل حاجة. الشخص اللي يعمل كده أولا تبقى البلد دي بزراميت، ثانيا ده معناه أنه بيعاني من عزلة شعبية. أحد أعراض العزلة الشعبية إيه بقى التانية؟ أن أي حد مش على مزاجه يفصل له تهمة اسمها جاسوس، بيتخابر مع دولة تانية، عدو، مشترك في تنظيم إرهابي. القادة اللي بيعملوا الحاجتين دول اعرف انهم بيعانوا من عزلة شعبية. الكارثة بقى، ارجعك لأول حلقة، الكارثة ان بالقرارات الجاية اللي هيفرضها السيسي على عقلك انت غصب عنك وهتلبسها وتشرب مرارها لا تعني الا شيء واحد، مزيد من العزلة الشعبية للسيسي. خد مني وبقول بقى حاسبني على الكلام ده بعدين.